ويلكم تو امريكان بولس. النهارده معانا حلقه خاصه جدا جدا جدا، والحقيقه انا سعيد وبتشرف شخصيا باستضافه هذا العالم المصري الاصيل الوطني الجميل الدكتور فاروق الباز. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا بيك. هو طبعا حضرتك يعني انا دايما لما بقابل ضيوفي بقول خلفيه عنهم، حضرتك غني عن التعريف تماما. يعني انا طبعا كلنا عارفين حضرتك 12 كتاب، 31 جايزه، فوق 500 ورقة بحثية، ناسا، الفضاء، حاجات كتير. ربنا يخليك لينا، وربنا دايما يديلك انك تقدر تساعد مصر زي ما دايما كنت بتساعد مصر. الله يكرمك. شكرا. مبدئيا بقى يعني انا يعني احب ان انا اناقش حضرتك في موضوع مهم، وهو العمل عند الشباب. عندنا مشكلة يعني، والحقيقة يعني اول حل في المشكله ان احنا ندرك ان احنا عندنا مشكله. ناس كتير مش عارفه ان احنا عندنا المشكله ديت، بيفتكروا امريكا هنا احنا عايشين في رفاهيه وكل حاجه بنقطف الدولارات من على الشجر وكل حاجه بتبقى بسهوله. فيعني واتس يور تيك، راي حضرتك ايه في الوضع اللي في مصر دلوقتي؟ وطبعا احنا عشان عارفين انك بتحب مصر جدا، فاي كلام هتقوله هيبقى نصيحه ان احنا نطلع من هذا الوضع. كل الخيبه فالشكالة اللي حصلت في مصر دي أنا كنت منتظرها. أنا شخصي أنا كتبت في سنة 2005 مقالة عنوانها جيل الفشل. ده جيل كامل يعني. جيل بالحال، وأنا كتبت في أول سطر: لقد فشل جيلي، أنا بتكلم عن نفسي مش حد تاني، لقد فشل جيلي في تحقيق أي من أمان الشعب العربي. حضرتك من الجيل اللي فشل. إحنا أمال إحنا ليه بقى احنا قلنا، انا قلت احنا فشلنا ليه؟ لان احنا كان عندنا شويه حاجات كنا عايزين نعملها. كنا عايزين نحرر فلسطين، كنا عايزين نعمل وحده عربيه، كنا عايزين نعمل عداله اجتماعيه، كنا عايزين نمحو الاميه. قلنا حاجات لازم، دي حاجات بديهيات نقدر نعملها. ومشينا في الطريق سنوات وسنوات من ايام الثوره المصريه في عهد عبد الناصر، ومشينا في الخطة دي وفاكرين ان احنا لسه مستمرين في هذه الخطة، وكنا بنضحك على نفسنا وبنضحك على اهلنا. لا كانت الحكومات العربية مستعدة انها تعمل وحدة عربية، ولا كانت الجيوش العربية في احتمالها انها تحرر فلسطين، ولا احنا كنا بنقدر نعمل العدالة الاجتماعية دي، لأن احنا خدنا الفلوس من الناس الأغنياء اللي كان عندهم أرض كتيرة ومصانع وكذا وقسمناها على الناس، يبقى ضيعنا الفايدة الحقيقية في الشغلانة دي، ولا كنا بنعمل أي حاجة في حيال محو الأمية، بل بالعكس الأمية زادت في جميع الدول العربية وخاصة في مصر. يعني جيل خيبان للغاية. فأنا قلت إن ده الحكاية دي مش هتستمر، والجيل الصاعد سوف ينتفض. قلتها كده يعني. صحيح، قلت كده بالكلمة كده في البقالة، ان الجيل اللي جاي هينتفض ضد كل هذا الجهل وعدم المبالاة. وتم في 2011 مشغلين عملوا كذا وكذا. وجات في 2011 لما انا كنت بروح للشباب ايام الثورة، كنت بقول لهم يا شباب ايوه كويس ان انت بتعمل كويس كويس، بس لازم تفكر بكره هيحصل ايه، المخطط بتاعكم ايه؟ لو نفرض ان شاء الله الثوره بتاعته تنجح، ايه البلان بعد النجاح؟ هتعمل ايه؟ مين انتوا هتعملوا ايه؟ انت مين اللي موجود هنا يقدر يعمل كذا؟ حد عارفك في الشارع؟ لو انت اي واحد منكم نزل في انتخابات كنت بقول لهم كده، لو اي واحد منكم نزل في انتخابات حد يعرفه؟ ولا حد يعرف اسمه، ولا يعرفك، ولا يعرف شكلك، لا ساعدته، لا قلت له كلمه، لا رحت تطبطب عليه، عملت ما اعرفكش، ادي لك صوته بناء عليه. ما ينفعش كده، لازم الواحد يشتغل. في بعد الثورة ما بهدلت شوية ولخبطة، والإخوان المسلمين وخيبوا الدنيا أكتر وكذا، بقيت أكلم الشباب وأقول لهم خلاص أنتوا يا شباب مفيش عليكم إلا أنتوا تنسوا الحكومة واللي فيها والبهدلة اللي حصلت دلوقتي، اشتغلوا لوحدكم من بره. من بره على إيه؟ في داخ مع الناس. قلت اعملوا جمعيات، وديت لهم سبع حاجات يعملوها. أول واحدة محو الأمية. قلت لهم لما أي واحد فيكم ولد أو بنت يروح من الجامعه بتاعته ويقضي 3-4 ساعات كل اسبوع مع مجموعه من الناس لا تستطيع ان تقرا وتكتب،
وتعلموهم ازاي يقروا ويكتبوا هيعرفك، هيعرف اسمك، هيعرف المجموعه اللي انت جاي منها، هيعرف كذا كذا. فين وفين بعدها بسنتين ثلاثه لو انت نزلت في انتخابات اول ناس يصوتوا لك دول لانك نفعتهم في شيء ما. ثانيه دعم القريه، قلت لهم كلنا جايين من خرى، كلنا جايين من خرى، حتى لو كنا عايشين في الزمالك دلوقتي، انما العيله جايه من قريه ما، روح على القرى دي وشوف ايه القصه هناك، اعملوا نادي للشبيبه، اجيبوا بتاع حاجه الكوره عشان تلعبوا بيها هناك، اعمل دعموا نظموا المجموعات الشبابيه هناك، خلوا البنات تعمل بقويه، خلي الولاد يعملوا كذا، اي حاجه عشان تروح ترفع من مستوى القريه بشكل ما. ثلاثه مستوى الفكري والمهني وكدا. ايوه ثلاثه روح دور في البلد دي الخيبه اللي احنا عندنا فيها، ان احنا بنرمي الملوثات بتاعتنا في كل حته وخاصه في النيل. فقلت لهم خلي مجموعات كده تسميها، يعني مجموعه تسمي نفسها شباب محو الاميه، والثانيه شباب تلميذ القريه، والثالثه شباب نقاء النيل. قلت لهم يا اخواننا احنا في مصر القدماء المصريين ما كانش واحد منهم راجل او ست يروح الجنه الا لما يحلف وانا لم الوث النار. كده واحده من الحاجات اللي لازم البني ادم يقولها قبل ما يقابل الالهه، لم الوث النار. طب احنا ايه اللي حصل لنا؟ تروح انت دلوقتي في الترع ولا جنب النيل وكذا تلاقي حمار مرمي ميت، زباله مرميه، كذا كذا، مصانع بترمي فيها، الحكومه نفسها بترمي متعامله مصانع بتنزل سموم في ميه النيل، وده خليك انت تقولوا لا احنا عايزين نرجع النيل وهكذا. يعني عملت المجموعه من النشاطات اللي ممكن الشباب بتوعنا يروحوا يعملوا بايدهم عشان يدخلوا في وسط المجتمع وينتشروا ويرفعوا من مستوى المجتمع والمجتمع يعرفهم ويربطهم. عشان كده عشان اي واحد فيهم لما يجي يقول انا عايز ادخل البرلمان ولا انتخب هنا يبقى يعرفوا ويدوا له صوتهم عن حق. انما دلوقتي الشباب يروح يعمل ايه؟ فالمهم احنا دلوقتي اللي حاصل دلوقتي ان الحكومه الدوله وخصوصا الرئيس السيسي نفسه يعني هو مهتم بالشباب. احنا كلمناه كتير جدا على حكايه الشباب ده، الشباب ضايع، الشباب في مصر خربان، لا تعلم كويس ولا حد بيحترمهم ولا حد بيدعمهم ولا حد بيشجعهم ولا عايز يشتغل. دول ايوه عندهم طاقه رهيبه وعندهم فكر بس لا بنستخدمهم ولا بنقول لهم يستخدموها ازاي. علينا ان احنا ندعم الشباب كليا وتماما. ولما كان اعمل اول مؤتمر شباب اللي تروح قلت له روح طبعا، ورحت وقعدت معاهم الشباب ثلاث ايام لان دي هو ده حقيقه المستقبل لمصر. الشباب بتوعنا زي الورد بس لا اتعلم كويس ولا اتفتح مخه وما يعرفش حاجه اسمها القراءه، ما بيقراش حد. وازاي ينتظروا ان هو يبقى مفكر قادر اذا ما كان بيقراش؟ ما فيش حد بيعمل كتب للشباب يقراها خالص. فانت لازم نثبت امورنا على اساس ان الشباب مصر بنات وصبيان لهم قدره على رفعه مصر، وكل الدول التي تقدمت استخدمت الشباب بتاعها استخدام ممتاز، جميع الدول استخدمت الشباب بتاعها استخدام كويس عشان كده نجحت. ايه المشاكل اللي حضرتك شايفها من واقع بقى خبرتك اللي بتمر بيها مصر زي ما حضرتك كنت قبل كده قلقان من انتفاضه في 2005، شايف ايه المشكله اللي بتحصل دلوقتي اللي ممكن تهدد حياه المصريين او استقرار مصر او رخاء البلاد؟ ما عادش الحقيقه دلوقتي الخيبه اللي كانت موجوده دلوقتي خلاص دلوقتي بتحط حواليها سيخ، حط حواليها سياق، لان الناس في الدوله وخاصه رئيس الدوله نفسه والشله اللي حواليه فهمت انه دي الخيبه دي احنا مسؤولين عنها، احنا مين الحكومه، ولازم نصلح الامور بتاعتنا ولازم نعتمد على الشباب لان عندهم طاقه واحنا ناسينهم ولازم ندعمهم، واحنا في من هنا ورايح لازم نعمل كذا وكذا وكذا، وهو بيعمله بنفسه. يعني دوت الحمد لله دوت يعني حاجه ايجابيه تمشي في الاتجاه المظبوط. عايز تمشي بشباب يبقى هايل جدا لازم الشباب ده يكون متعلم كويس، فلازم عشان حقيقة ترتفع مصر للطبقة اللي تليق بها صحيح لابد ان يكون التعليم كويس. التعليم خرب
خرب خالص خالص. طيب نعمل ايه بقى حضرتك؟ جبت بقى مشكله التعليم، انا كنت ناوي اجيبها في الاخر بس هي دلوقتي. لا التعليم ما يجيش في الاخر، التعليم يجي في الاول خالص. ليه؟ طيب نعمل ايه؟ لان احنا اجتمعنا مع كل رؤساء الدول اللي هي تقدمت اكتر من اللي كانت خربانه اكتر مننا وتقدمت اكتر مننا 50 سنه اللي فاتت. تمام. يعني باليابان والماليزيا واسمها انا قلت ماليزيا الشله دي كلها وكوريا الجنوبيه. كوريا الجنوبيه وقعدنا معاهم معنا في مكتبة اسكندريه مؤتمر كده نظيف كويس مع الكبار بس، وقلنا لهم انتوا عملتوا ايه؟ علمونا بديتوا ازاي؟ فكلهم قالوا ان احنا ابتدينا باصلاح التعليم. المثل بتاع كوريا الجنوبيه كان لطيف جدا، لان الراجل قال ان احنا اجتمعنا كلنا وقلنا هنعمل ايه؟ اما ان احنا نصلح التعليم ونعمل تدريب كويس للشباب بتوعنا عشان يعملوا صناعات ويعملوا كذا وكذا وكذا، والا مش هنقوم. فهياخد مننا قد ايه؟ قعدنا نبحث مع الناس المختصه قالوا لنا 7 سنين على الاقل. قلنا خلاص الميزانيه اللي عندنا كده هنقول ال7 سنين دول هنصلح المدرسين وندربهم ونصلح المدارس ونعمل تعليم كويس خالص، بس لازم نصارح الناس ونقول لهم اوعى حد يقول لي ارصف شارع ولا ابني مستشفى. عرصف شارع ولا ابني مستشفى ولا عامل ولا ولا عندي نمره واحد فقط، انا هصلح التعليم بس. احنا اتفقنا كده ان احنا نقول نصارح الناس، ما عندناش اكتر من كده، مش هنقدر نعمل اي حاجه غير اصلاح التعليم. فما تكلموناش 7 سنين. قال الناس مشيت معانا وقبلت هذا الوضع، بس خد مننا 11 سنه مش 7. اليوم اللي خلصنا ال 11 سنه دول كده جيت طلع كانت ليبيا عايزه تعمل النهر الصناعي العظيم، وكانوا هيعملوا انبوبه 4 متر قطرها، عمره ما حد عمل انبوبه كده، وهيعملوا مصنع يعملها وهيعملوا مصانع يعمل كذا ومصانع تعمل كذا. احنا تقدمنا بالعرض زي ما انجلترا تقدمت بالعرض، العرض بتاعنا المقترح بتاعنا كان احسن، احنا خدنا العرض لله فلوس بالبرهن الصناعي العظيم. نبعت بقى الولاد بتوعنا المتعلمين دول ومدربين كويس يروحوا في ليبيا يشتغلوا هناك، كل واحد يشتغل 2 سنين على الاقل ما يرجعش، ما يدوا 2 سنين قاعد هناك بيشتغل مظبوط ويتعلم تمام ويرجع والخير ويروح يعني هم دول اللي اتعلموا هناك، دول من انشاء المصانع انشاء المدارات اعمل كذا، هم دول اللي عاملين لك العربيات اللي انت بتاكل بيها الثلاجه اللي في بيتك اللي كذا كذا، هم دول اللي عملوا دول. فطيب هل احنا عندنا الشجاعه ان احنا نعمل خطوه زي كده دلوقتي؟ لا لسه الناس لسه ما تقبلش كده، مش الناس بتلوم على الدوله، بس انا شايف ان المشكله المره دي مش في الدوله، المشكله المره دي في الناس. يس. الناس لازم هي اللي تتقبل هذا الوضع. صح. اللي يربطوا الحزام زي ما مين بيقول. في مصر هيقول لك تعملوا ده بس لا تبنوا شارع ولا تعملوا مستشفى ولا تعمل كذا ولا تعمل كذا؟ يقول لك لا انا عايزين المستشفى البتاع، لا 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 انا ليا عايز كذا، لا انا عايز فلوس الاداره الاضافيه عشان عايز اتفسح. يعني ما اما انك فدلوقتي يمكن لسه الوضع قلق اقتصاديا. بس انا في نظري عندما تستقيم الامور اقتصاديا خلاص الرئيس السيسي عنده الشجاعه انه يقول للناس ده، انه يصارح الناس ان الاعلام خربان التعليم خربان ولازم نصلحه. صحيح. طبعا واضح ان المستوى الاقتصادي بتاعنا مترتب عن استقرارنا والسياحة والكلام ده كله، احنا كل ما نقوم تحصل مشكلة تضرب لنا السياحة. ما فكرناش ليه ان احنا نعمل حاجة تانية، يعني نعمل صناعة تانية غير صناعة السياحة؟ يعني احنا الصناعة اللي بتعمل لنا فلوس في 100 سنة اللي فاتت كانت سياحة، ليه ما نغيرش الصناعة ديت ونعمل حاجة تانية بحيث ان احنا نجيب فلوس عبال ما السياحة تقف على رجلها تانية؟ لا الفلوس كانت بتيجي زمان مش من السياحة، الفلوس كانت بتيجي زمان قوي قبلكم انتوا اصل الجيل ما تعرفوش الكلام ده كله، كان كله من الصناعات المصريه والشغل المصري المظبوط والبنوك المصريه الاصيله، كان ده كله خارج نطاق الحكومه. يوم ما تخلي الحكومه تمسك كل الصناعات والبنوك وتمسك كل البنوك وتمسك كل اجهزه الدوله الدنيا هتخيب مهما كان. الشغل ده ما ينفعش شغل حكومي ولا في اي مكان في العالم، مش في مصر ولا غير مصر. الحاجات دي لان الصناعات لازم تبقى قطاع خاص عشان يتوسع ويجيب ناس غير الناس ويشغل ناس كتير وكذا. في الحكومة تعمل موظفين وبياخد مرتبه، حصل المصنع كسب ولا ما كسبش بياخد مرتبه وبياخد اضافات وزيادات ومش عارف ايه ورحلات وخرابات كلها ملهاش دخل خالص بالشغل. في المصنع
لما لو ما تعملش صح بيطرد الناس بيعمل كذا يعمل. معناها انه لازم يبقى الحاجات دي الحاجات اللي هي الاساس بتاع الاقتصاد القومي يبقى في ايد القطاع الخاص، الحكومة تبص عليه وتدي له القوانين وتهيئه وتعمل كذا وتسهل له المأمورية بس وتراقبه يعني تدي له القانون وتعمل كذا وتعمل حسابها على كل شيء وتمشي الاقتصاد كويس بحيث ان الاقتصاد ده يرجع على الدولة بكل خير. هل حضرتك شايف ان الحكومة الحالية قادرة انها تتعامل مع الشركات الأجنبية اللي موجودة في مصر في الوقت الحالي بالشكل المطلوب ولا؟ لا، عندنا ناس كثير خالص تعاملوا مع الشركات الأجنبية. أنا مش بتكلم عن الشركات الأجنبية، أنا بتكلم على الشركات المصرية اللي احنا عايزين نعمل الشركات المصرية اللي عايزين. الاقتصاد المصري لازم يقوم على إيد شركات مصرية اللي هم بتدي فرص للشباب اللي موجود دلوقتي اللي ما عندوش شغل ده يروح وين ويفكر اعمل ايه واعمل كذا، تبقى شركه خاصه واعمل بيها كذا واجيب فلوس من البنك خاص نفسه ويدعمها ويجيب الولد اصحابه يشتغلوا معاه ويهيسهم ويكسبوا. طيب عايزين نسال حضرتك سؤال عن تيران وصنافير بعد الفاصل دوت. اعزائي المشاهدين نخرج فاصل سريع ونرجع تاني مع دكتورنا العظيم دكتور فاروق الباز عن تيران وصنافير. ورجعنا لكم تاني مع الدكتور فاروق الباز وسؤال عن تيران وصنافير. بس قبل ما نسأل السؤال انا عايز اقول للمشاهدين ان احنا قاعدين في مكتب حضرتك اللي مليان بالحاجات المصرية الجميلة والفرعونية، واحنا صورنا كل الحاجات اللي موجودة ومزيكة ام كلثوم شغالة في الباك جراوند. فيعني تيران وصنافير مصرية ولا مش مصرية؟ فيعني انا عايز اقول مفيش اكتر حد وطني اكتر من حضرتك يقدر يقول بمنتهى الحزم والصراحة، لأن دي مشكلة يعني كانت موجودة في البابليك الوقت السنة اللي فاتت كلها، ويمكن قسمت بعض الأصوات بين ولاد مصر. مش عارفين، أنا شخصيا مش عارف جيولوجيا الوضع عامل إزاي. تبتدي لو كانت تبتدي بجيولوجيا 100% غير مصري جيولوجيا. إيه الوضع الجيولوجي؟ فيه فالك كبير جدا في وسط البحر الأحمر بيفصل افريقيا عن شبه الجزيره العربيه حالها، لان شبه الجزيره العربيه كانت متصله بافريقيا زمان. الحته الفالق اللي حصل في النص ده وبعدت حته منهم عن الثانيه الام اللي هي افريقيا، السعوديه مشيت كده عملت البحر الاحمر. تمام. تيران وصنافير في الحته اللي بعدت. اوكي. طب مشيت كده. انما في تاريخيا بقى تلاقي قصص كتير قوي على تيران وصنافير. احنا القصه اللي نعرفها احنا في جيلي انا ان بعد حرب 48 كان في تخوف من ملك السعوديه اللي هو ابو الامير سلمان اللي هو ال سعود نفسه كان خايف ان الحته دي تيجي اسرائيل تعمل عليها حاجه، لان السعوديه اشتركت مع مصر في الحرب بتاعه 48. فكتب جواب للملك فاروق يقول له انتوا عندكم حرب بحريه احنا ما عندناش، ممكن تخلي البحريه المصريه هي اللي تحافظ على تيران وصنافير ويبقى منها بتحميكم وتحمينا في نفس الوقت. الملك فاروق وافق وبعت البحريه المصريه هناك ومشي ده. ده 48. فاحنا من يوميها شغالين احنا عليها القصه دي. ولما الرئيس عبد الناصر كان هيعلن الحرب على اسرائيل في سنه 67 قال انه هيقفل مضيق تيران وصنافير عشان مضيق تيران اللي هو عشان المراكب الاسرائيليه ما تعديش ولا اللي رايح اسرائيل منها ما يعديش. تمام. بس فقامت الحرب على هذا الاساس. لينا سياده عليها. كان لينا عليها علينا سياده يعني، وهي كانت معانا من 48 واحنا هنمنع حد يعدي منها رايح على اسرائيل. فكانت معناها انه كان فيه علاقه تاريخيه ما بين ان مصر هي اللي بتحمي تيران وصنافير في الحكايه دي. الارض دي كانت تابعه لمين فين وامتى؟ ايام العثمانيين وكذا. انا مش عرفني انا ولا اهتم بيها. انا الحكايات دي ما بين الدول مش شغلانه. واحنا ايه اللي هيفرق لو كان سيبناها في مع مصر؟ ايه اللي هيفرق لو اديناها للسعوديه؟ طب ما انا ده السؤال بقى اللي انا عايز اساله. ايه الاهميه ولا شيء يعني؟ ايه السيجنيفيكنس بتاعها؟ هل فيها بترول؟ فيها لا ولا فيها غاز ولا نعرف حاجه فيها ولا حد درسها ولا نعرف فيها وما فيش اي خالص.
ولا حد راح. لا احنا رحنا درسناها جيولوجيا ولا هم راح درسوها ولا احنا نشوفها عليها اثار حتى ما شفناها شيء ولا كذا يعني. لا حتى الارض صحراويه كده ملهاش. في ناس بتقول طب ما هو اداء يعني ادام السعوديه عايزاها يبقى ممكن يكون عندهم معلومات ان فيها حاجه. لو انا كده عندهم شيء معلومات. وانا هو الملك سلمان كان عايز يعمل ليله بيها يقول ان احنا نروح هناك ندعمها بقى ونربطها بمصر حقيقه. هنعمل جسر بالجسر اسميه على جسر ابويا ونعمل الجسر ده عشان يسهل الحج والناس اللي تروح من السعوديه على سيناء للمصيف وكلام من ده يعني. فكان عايزين يعملوها يعني كشبه. هل تفتكر في بوليتيكال او شغل سياسي لامان المنطقه لو اتسلمت الارض دي للسعوديه يعني؟ هل في ما تفرق بلاش ما فيش فرق ولا فرق لا يمين ولا شمال لو كانت معانا ومعاهم ما يعملش فرق كبير يعني. وما ملهاش اي خلل على الامان بتاع مصر دي مهمه يعني. هو حضرتك بس كتبت في كتاب انت حضرتك ببلشت نشرته في وقت الرئيس الراحل انور السادات انه مصر بعيون لانسات ساتلايت وكتب او ما فهم من المضمون ان تيران وصنافير كان في الجزء المصري. طبعا انا كاتب الكتاب ده سنه 78 تمام. واللي بقول لك الفيران وصنافير كان في ايدنا في ايد الجيش المصري. كان قصد حضرتك ان هي 48. ان هي في تحت سيادتنا لكن مش بال ما قلتش تحت سياده تتبع مصر. قال احنا اللي احنا بنحميها كانت بتاعتنا احنا اللي بنحميها واحنا ما كانش في اي حد والسعوديه عمرها ما قالت انها بتاعتنا واحنا كنا اللي بنحميها يبقى تبعنا. لما كنت بعمل خريطه لمصر في 78 يعني الارض دي عندنا من 48 لازم تفوز. طيب احكي لنا بقى شويه يعني نطلع بقى من الحاجات الصعبه قوي نتكلم في تاريخ دكتور فاروق الطفل فتوخ وسمبلوين والاسره بتاعت حضرتك. ادينا بقى كده يعني مش ده المهم. المهم ان احنا عيله احنا كنا 9 في العيله 6 رجاله و3 بنات وكان والدي الله يرحمه كان مدرس في الازهر وبعدين بقى شيخ الازهر بتاع شبين الكوم وبعدين راح اداره الازهر بقى رئيس البعوث الاسلاميه في الازهر الشريف يعني كان شيخ ازهري. المهم ان كان التربيه بتاعته متفتحه للغايه وكان كل ما يطلبه منا ان الواحد يعني يستقيم في عمله ويعمل الخير مع كل انسان. بس سابنا نعمل اللي احنا عايزينه. عمره ما سمعته يقول لي امي الله يرحمها او اخوات البنات غطى نفسك يا بنت ولا اعملي كذا على الاطلاق. ماشيين زيهم زي ما زي لهم ولا فيش حاجه خالص. عمري ما سمعته بيتكلم على اي حد تاني او اي اديان اخرى باي كلمه او لغوه وكل واحد على الاطلاق. ربنا هو اللي خلقنا وربنا عمل كذا وربنا عمل كذا. احنا ما دام احنا المسلمين يبقى لازم نعمل كذا وكذا وكذا لان احنا بنتبع الاسلام والقران بيقول لنا كذا وكذا وكذا. كان في سماحه جدا وكان في فكر مخطط وكان ما كانش فيه عنفويه الرجوله اللي انا ماسك الدنيا ولا انا شيخ المعهد ولا انا على الاطلاق. وكان بيربي الناس والطلبه بتوعه بتعقل. الله يرحمه الشيخ الشعراوي كان تلميذه 12 سنه. Yeah. وما هو اللي مربيه. الشيخ شعراوي انا مره كنت بدي محاضره في جامعه المنصوره ورحت الجامعه وقعدت فوق والطلبه والطالبات كلهم قاعدين تحت وداخل الشعراوي يروح داخل من الباب بتاع المدرج. انا قلت هو جاي يسمع. قلت فاستنيت قبل ما ابتدي المحاضره لحد ما يجي عشان يخش يقعد قدام. فجيه ما قعدش تحت راح طالع فوق. الحته اللي انا ورئيس الجامعه قاعدين فوق كده فراح جابوا له كرسي وقعد جنب كده كده. هو بعدين من قبل ما اي حد قد يتحرك راح ماسك الميكروفون وجابه على جنبه عنده كده. انت مالك انت؟ انا رئيس الجامعه هتقدمني وانا اللي هتكلم الميكروفون كده. هو بعدين قال شوفوا يا اخوانا انا مش جاي هنا عشان فاروق. انا جاي هنا عشان ابوه. الراجل ده علمنا ايه وعلمنا ايه وعلمنا ايه. انا هقول لكم قصه ما انساهاش في حياتي لان هو الشيخ سيد هو اللي علمني 12 سنه كنت انا تلميذه وطلع روحي
عشان ازاي الواحد لازم يفكر كويس وازاي الواحد لازم يتكلم كويس وازاي الواحد يعمل كذا وكذا. وبعدين كنا احنا هنتخرج وقالوا انه هيدخلوا في الازهر العلوم الحديثه. قلنا نصيبه ايه احنا فاضل لنا سنه واحده ونتخرج، ايه اللي هيدخلوا علينا علوم حديثه؟ احنا ناخد سنه كامله ثانيه بعدها علوم حديثه. فقلنا لازم نروح للشيخ سيد، هو الوحيد اللي يقدر يكلم شيخ الازهر انه يشيل حكايه العلوم الحديثه مننا احنا عشان نتخرج. فروحنا له احنا 12 طلبة، وانا قلت له خلونا نتكلم عشان الشيخ سيد يحبني. فروح له قلت له الشيخ سيد البتاع احنا هنتخرج وعايزين نشتغل وهنعمل كذا وهنعمل، بلاش احنا العلوم الحديثه. سابنا اتكلم وهو باصص علي، سابنا ديش في الكلام واطلب، كل ما هو ساكت كل ما انا بتكلم لحد ما خلاص خلصت الكلام كله. فراح باصص لي وقال لي اه يا جهله انتوا عارفين هم بيسموها العلوم الحديثه ليه؟ عشان انتوا جهل. العلوم دي هي المقابله والجبر والحساب اللي هي اللي احنا ابتدعناها، بس انتوا جهله ما تعرفوش الكلام ده. خلاص انا هروح للشيخ على الازهر يعني، وهخليه بدل ما انتوا فاضل لكم سنه هنخليها سنتين، وانا اللي هعلم لكم العلوم الحديثه. زودهم احنا جايينك. مشينا مبلولين وخيبانين، والشله كلها تقول لي وانت تهببت على عينك انت اللي هتقول له ولا كده. قالوا السنتين دول طحنا فيهم طحن ما مش عرفناش نسم نفسنا طول سنتين، نطلع روحنا وتخرجنا ورحنا واشتغلنا. بس لحد النهارده انا كل ما حد يقول مساله حسابيه اروح انا اعملها قبل اي واحد وادعي للشيخ سيد. اه طبعا. لو اي واحد مثلا قال لي 7.5 7.25 في المية من 193 يطلعوا كام، اروح انا حاسبها من قبل اي واحد، اعمل من المقص واعرف احاسبها قبل اي واحد يشتغلها بالكمبيوتر بتاعكم بالحساب بتاعكم، وانا اعملها وادعي للشيخ سيد. يبقى نرجع الله يرحمه، نرجع بقى للنقطة المهمة ان لازم بقى برضو التعليم. يعني هو حتى بالرغم انه كان بشكل ازهري لكن كان مصر ان العلوم الحديثة دي تبقى. طب نخش بقى في اللي بيحصل اليومين دول اللي بنسمعه عن مشاكل الخطاب الديني والمواد اللي موجودة في يعني انا طبعا اخر واحد ممكن يتكلم عن حاجة زي كده، بس رأي حضرتك ايه هذا التجديد؟ هل مطلوب وهل بيتنفذ ولا ما بيتنفذ؟ هل المناهج فيها مشاكل فعلا ولا ما فيهاش مشاكل؟ يعني رأي حضرتك. التجديد مهم جدا في جميع المناهج، مش بس المناهج الدينية ولا اللي بيخش فيها الدين، في كله. الكلام اللي بيتقال دلوقتي ما ينفعش أبدا، ولازم الكتب دي كلها تتصلح وتتعامل بحاجات جديدة خالص تخلي فيه شغف للطلبة أنهم يتعلموا. دلوقتي في إن احنا بنرص يا واد احفظ دول صم، ولما تيجي الامتحان وقت الامتحان اترشها صح، وعشان يمشي عشان تاخد المعلمه وتاخد شهاده تاخد. واسمها ايه الشهاده دي؟ يعني بقول للطلبه والطالبات الشهاده تعني شيء واحد، ان انت لحد النهارده انت محتاج حد يعلمك. من يوم ما تاخد الشهاده يبقى انت قادر تعلم نفسك، دي الشهاده. نشهد انك اليوم قادر من اليوم قادر ان تعلم نفسك او تعلمي نفسك، مش ان انا اخد مش شهادة. اخر المطاف ده اول المطاف. اول المطاف معناها ان احنا المناهج كلها لازم تتغير بشكل كبير جدا. الكتب لازم تتغير، اللبخ اللي حاصل في الدين وفي اللغه العربيه والكذا كذا، وحته التسامح وقبول الاخر والمعايشه مع الاخر. يعني جزء مهم جدا من الاسلام التسامح والمعايشه. قلت في عصر والدك الله يرحمه يعني كان مهتم جدا ان الناس تعرف تعيش بسماحة الدين وبأخلاق. عمره ما حد قال لي في البيت ما تمشيش مع الود عشان مسيحي ولا تمشيش مع الود عشان يهودي. احنا ربنا في دمياط وكان صديق العزيز في البيت اللي احنا ساكنين فيه، ولا اسمه كوهين لانه كان فيه يهود في مصر. كان يهودي في دمياط عادي خالص، انا اكل في بيته ياكل معايا عندي ولا عادي خالص، وابويا شيخ في الازهر وانا رايح جاي معاه ده مصر. انا مالي هو، ولما بيروح البتاع بتاعته وانا بروح بتاع بتاعتي، وانا هو احنا من الحكايه دي؟ اذا الدين حاجه واللعب في الشارع في الكره الشراب والحاجه ثانيه.
هل تفتكر ان جزء كبير من التدهور اللي حصل اجتماعيا وثقافيا وحتى اقتصاديا بسبب هذا الفكر ان التفرقة والتمييز طبعا الحلول تفرقة ان احنا نقول التسامح جزء اساسي من الدين. الدين ان الواحد يفتح الكتاب ويقراه مش عايز حد يعلمها له، هو حد يقول لي تعالى اشرح لك الآية دي، لا يا عزيز انا اذا كنت بعرف اقرا عربي انا مش عايز حد يفسر لي حاجة خالص، انا بعرف افسر، انا هفسرها لان انا بقرا بالعربي بالانجيل، اقرا الانجيل على بقى زي وافهمه، ما تقول ليش انا هعلمك انا. ما هو في ناس برضو من في المسيحيين يقول له ده معناها كذا ودي معناها كذا ودول معناها انهم دول مش مالهمش دين وده كده، فمعناها ان انت لما تعلم الناس ان انت قادر على انك تفهم وتتعلم وتعرف ايه ربنا كان عايز مننا ايه، خلاص يبقى دي تسامح ورفق وكل حاجه في الدنيا. طيب مصر شكلها ايه دلوقتي على خريطه العالم من فوق من الساتلايتس؟ شوف مصر اليوم ما تهمناش على الاطلاق، لان مصر دائمه ومحترمه وعريقه الى الابد بغض النظر مين اللي بيوقف فيها، مين اللي بيقتل اللي خرب، يا ما عدى علينا ناس خربانين من ايام قدماء المصريين بيجوا عدى ناس زي الزفت علينا وعملوا بالاخبطه وخربوا الدنيا، هو البلد ربنا مباركها فيها حاجه كده ويحصل وتتهبب على عينه ويموت ويمشي وخلاص ويطلع تاني وتتصلح وتبقى عزب قوي ويجي حد تاني ويخربط الدنيا، فده ما يهمكش. يعني مصر يعني باقيه ولها عظمه، والناس المصريين اللي يعني الـ 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 المادة بتاع المصريين عظيمة جدا، وفي علاقة كده ما بين المصريين والنيل، لأنه مهم جدا إن العلاقة دي جاية من قبل التاريخ من قبل قدماء المصريين، لأنه هو كان المية الوحيدة في شرق أفريقيا بحالها، كل الناس اللي كانوا عايشين في شرق أفريقيا كلها نزحوا للحتة اللي فيها مية دي، فمربوطين بالمية دي وعارفين إن ده من ربنا اللي بعتها وده إن ده كذا، وطول عمرهم عندهم إيمان وعندهم حب على الـ على الـ على الـ 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 الاصل الحياه بتاعتهم اللي هو النيل، وعندهم علاقه وطيده بينهم وبعضهم، وعندهم دعم لـ 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 لنفسهم بنات ورجاله، معناها ان البلد دي قائمه بغض النظر انهي حكومه جايه وانهي حكومه ماشيه. طيب سؤال عن النيل بعد الفاصل، نراكم بعد الفاصل اعزائي المشاهدين. ويلكم باك مع دكتور فاروق الباز. دكتور فاروق كنا بنتكلم عن النيل وازاي المصريين زمان كانوا بيحلفوا قبل ما يخشوا الجنه ان هم ما لوثوش النيل، وبتكلم حضرتك بتقول ان المجموعه كلها نزحت جنب النيل عشان تستقر. طب احنا يعني واضح اهميه النيل للمصريين، واضح اهميه المصريين للمنطقه وللنيل شخصيا. احنا عندنا مشكله كبيره دلوقتي مع سد النهضه، يعني يمكن كنت بسمع حديث من فترة طويلة الله يرحمه بطرس غالي، وكان كان في وقت الثورة الأولانية تقريبا يعني في 2011، وكان يعني بيقول انتوا مش عارف ليه المصريين مهتمين بالحياة السياسية والمشاكل ديت، احنا في مصيبة مستنيانا جاية في المية. فيعني دي كانت بالحقيقة أول مرة أخد بالي ان احنا عندنا مشكلة في المية. رأي حضرتك ايه في سد النهضة، ورأي حضرتك توقعاتك ايه في الفترة اللي جاية، وايه الحل لو في مشكلة؟ نرجع الاول بالتاريخ شوية كده على النيل واهميته بالنسبة للمصريين واهميته بالنسبة للمنطقة بحالها، وازاي ان المصريين القدماء، نرجع برضو القدماء المصريين لانهم كانوا عارفين القصة دي احسن مننا وكانوا بيفكروا في الحكاية دي كويس خالص. الملكة احسن من احدى احسن ملوك مصر، كان واحدة ملكة اسمها حتشبسوت. الملك حتشبسوت كتبت لنا في المعبد بتاعها في الأقصر في قصة البعثة الدبلوماسية التي أرسلتها لبلاد بولت اللي هي الحبشة اللي هي الأثيوبيا اللي تقسمت لأثيوبيا وأريتريا من آلاف السنين، من آلاف السنين، 3000 سنة، 3500 سنة. بعتت بعثة دبلوماسية لأثيوبيا ورجعت البعثة الدبلوماسية دي وخدت معهم هدايا وكذا، ورجعت البعثة الدبلوماسية دي بهدايا وكذا. شوف العلاقات الدبلوماسية اللي واحدة ست ملكة مصرية هي اللي من أيام دي عاملها، ليه؟ لأنهم عارفين إن النيل المية بتاعته بتيجي من، فمهم بالنسبة لهم
ومهم بالنسبة لنا أن احنا نتعاون ونتكلم ونتشاور مع الناس اللي عايشين هناك. احنا واحنا نسينا الكلام ده خالص. وجي في عصر الرئيس مبارك الله يمسيه بالخير، وهو خرب الدنيا في الناحية دي. كان قاعد باصص قدام ملوش دخل بايه اللي بيقعد ورا خالص، وخاصة بعد حادثة أديس أبابا. بعد حادثة أديس أبابا اللي لف بالطيارة، لف بالعربية ورجع في المطار من غير ما يكلم رئيس الدولة، من غير ما يعتذر للناس اللي ركبوا هناك، رؤساء الدول الأفريقية كلها، من غير ما يقول لهم أنا ماشي قلة حياة يعني. فمن يوميها هم مصين مننا. كان مفروض إن لما أثيوبيا تيجي تعمل سد كان مصريين كتير يبقوا مشتركين في العملية دي، والمصريين ممكن إن مصر تقول له احنا هل كنا نقدر نمنحهم من الاول ولا دوت مش في ايدينا؟ مش دي تمنعهم يعني. انت اللي تعمله. انا اللي اعمله. امال ايه؟ انا اقول له انا اللي هندسه انا 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 باني اكبر سد في العالم، وانا اخوك هنا ابن عمك، احنا في حته نفس الحته ده، احنا بانيين احسن مد في العالم، احنا اللي ننظم لك البتاع ده، واحنا بنعمله عند المهندسين بتوعك، يجيبوه نعمله عندك ويعملوا كذا كذا، وانا تعمله تتملي زي ما انت عايز، وتطلع كهرباء زي ما انت عايز لك والسودان واي حد، بس ما يتمليش الا لما يكونش بيضر عليا يعني. في السنين اللي المية فيها قليله يقولوا ده، وهنشوفها كام سنه كده بينا وبينكم ونعدلكم، نعمل حسابنا ان انت ان كل حاجه محتاجينها انت هنعملها معاكم، ده انا اخوك الكبير. انما انا نسيته ولا سبته في حاله، ولا برد عليه، ولا بس اقول له بقول له السلام على الخير. فبيقول لي طيب انا هعمل سد، ما انت يخرس انت بقى، تقول لك ايه الميه بتيجي على ربنا، بينزل الميه هنا مطر، انت هتقول لي ده الميه دي بتاعتي؟ قول له روح كلم ربنا. الميه بتنزل عنده؟ صحيح. الميه بتيجي هنا؟ قول له نزلها عندك. الميه دي بتجي لي انا، هستخدم منها اكتر من، فما فيش علاقه وطيده. فدلوقتي الرئيس طبعا استغلوا فتره الاخوان، حكم خيبة الاخوان بقى طبعا، خيبتنا الكبيره والتاني بيقول له هنروح نهد المسد بالطيارات، والطياره اللي هتهد السد هتطلع من انهي مطار؟ يا باشمهندس يا خبط على عينك. المهم القصه كلها ان احنا المقصرين. عشان كده الرئيس السيسي راح بنفسه وبيجتمع مع الرئيس اثيوبيا ورئيس السودان مع بعض، لان السودان محتاجه الميه دي والكهرباء دي اكثر من اثيوبيا. يعني السودان مع اثيوبيا اكثر. لانها محتاجين الكهرباء بشكل كبير. فالسد هيجيب كهرباء، وهيقسموا الكهرباء دي ما بين السودان واثيوبيا. السودان ما هو اخواننا. احنا برضو ما احنا نازينهم. فالسودان راح تعمل علاقات هناك عشان هم عايزين كهرباء. فأنا إذا كان اثنين من ولاد الحتة اللي أنا فيها، الحتة اللي أنا فيها اللي اسمها أفريقيا، وإحنا ولاد الحتة اللي جنب بعض، أنا نسيهم وسايبهم في حالهم وما بسألش فيهم. إحنا عملنا إيه لأثيوبيا في الخمسين سنة اللي فاتت؟ ولا شيء. كان بجانب القوافل الطبية اللي بنسمع عليها بعض الحاجات. البابا بتاع أثيوبيا كان صغير خالص عند البابا بتاعنا. كان بيدفع صحيح. البابا بتاعنا ده حقيقي. امال هو راجل صغير يسمع البابا بتاعنا صحيح. ولا نسيين، احنا نسيين كل الكلام ده وسيبناه، واحنا اللي مسؤولين عن الخيبه اللي حصلت دي كلها والقطيعه، احنا اللي مسؤولين عنها. فخلاص دلوقتي خلاص هتعمله، ما تقدرش تروح تقول له ما تعملش السد. خلصت. اعمل السد ده، هتقول نتعاون معاهم ونشجعهم يملا بشكل بحيث ما كل ما قدر الامكان ما يضرش بينا. لو حصل ان هم ضروا بينا يبقى ايه؟ اروح اساعد اكلمهم، اروح اعمل قضيه دوليه، انما ما تقوليش اروح اضربهم بالنار، ده دول ولاد الحته بتوعي. عيب ان احنا نقول نروح نكسر راسهم دول. لا يا عزيز، ده انت ولاد الحته واحده، ده احنا في افريقيا ولازم نستخدم الثروات بتاعتنا دي مع بعض، واحنا اول ناس مفروض ندعمهم. هما الحقيقة كمان، وإحنا سمعنا عن علاقاتهم الأخيرة مع إسرائيل يعني. وهل تفتكر إسرائيل بتحاول تاخد لافرج أو نفوذ أكتر في القارة الأفريقية بحيث أنها تبقى ليها؟ بتحاول خلصت من زمان، من يوم ما إحنا نسينا أفريقيا هي راحت على طول من زمان. خلصت. بتبيع هناك سلاح، بتبيع هناك كذا، وإحنا نايمين على رأسنا ولا فايقين بيحصل إيه، وهم خلصوا مش هتعمل. خلصت عزيز. عمل.
في كل حته في افريقيا شغالين كويس خالص. وفي اثيوبيا هم جابوا ساعدوها عشان يجيبوا الفلوس للسد، جابوا ساعدوها عشان المهندسين بتوع السد، خدوا شويه اليهود اللي في الفلاشه في اثيوبيا عشان ياخدوهم عندهم وعمل شهر كذا. يعني من زمان خلصت باك اب بلان او خطه موازيه لو عند لو لا قدر الله حصل لنا مشكله في الميه، هل بالتكنولوجيا اللي موجوده دلوقتي والاكسس اللي احنا عندنا نقدر نحاول نعمل حاجه في المياه الجوفيه، نقلل من استهلاكاتنا، نزود من يعني ايه اللي ممكن يتعمل عشان يمنع كارثه؟ كل الكلام ده وارد، بس برضو اهم حاجه ان انا بقى علاقتي مع اثيوبيا اللي هي بلد المصدر تبقى كويسه، عشان لو انا عندي مشاكل يخليه يفتح السد يديني المايه اللي انا محتاجها. ودي ما تجيش الا بالعلاقات الوديه الحقيقيه، لما يبقى في ناس مصريين بيشتغلوا هناك وناس بيعملوا كذا وانا وكذا وعشعارين ان مصر بتساعدهم وكذا كذا اللي مش موجود دلوقتي. المهم ان الرئيس السيسي بادي الحكايه دي، بيبتدي خطوه بخطوه على الاقل. دكتور فاروق الباز، هل كنت تحلم انك في يوم من الايام وانت صغير تشتغل في ناسا؟ لا لا، اللي كنا نعرف ناسا يعني ايه؟ أنا أيامنا ما كناش نعرف ولا سمعنا، ما كانش ناسا تعمل. طب جت ازاي القصة بقى؟ كله ظروف، ظروف جت فيها والمهم إن أنت تتلاقي نفسك في حتة تعمل قدر ما يمكن من العمل الصحيح لصالح المهمة اللي أنت فيها. بس. هو كله كده. إن أنت اتعلمت. هتبتدي تعلم نفسك. وأنا شرفني على الأمر، أنا عمري ما خدت ولا كورس واحد في الفلك. ما كنتش اعرف يعني ايه الامر خالص، يعني ما كنتش اعرف ما كانش عندي فكر على الاطلاق لا حاجه اسمها فضاء ولا فلك ولا حاجه خالص. طب ازاي ما كانش عندك فكره وسموك ملك الفلك؟ عشان لما دخلت معاهم علمت نفسي. لما تبقى يعني انا عايز ااكد بس مشاهدين، دكتور فاروق الباز يلقب بالذا كينج او ملك الفضاء، يعني هم اللي رواد الفضاء اللي هم سموني في دي، عشان انا درست اكتر من اي واحد من المتخصصين عشان اعرف اكتر منهم عشان يحترموني واكلموني معاهم. واللي هيكلموني انا ليه؟ انا جاي غريب وشكل غريب وشعر اسود ولكنتي بالانجليزي لها لكنه وكذا وكذا، دول هيحترموني ليه؟ دول الناس هم اللي مشغلين في المشروع بقى 6 سنين قبل ما ناجي، حتى لا مش هيبص عليا ليه؟ هيبقى عندهم حق يتف عليا لان ما اعرفش حاجه خالص. بس انا عشان الناس دي تحترمني لازم اعرف اكتر منهم زيهم، لازم ابقى كده، والا هيحترمني ليه اذا كنتش هزود له حاجه؟ فطلعت روح نفسي اتعلم واعلم نفسي لحد ما جيت كده وصلت لهم، وبعدين كده عملت حته صغيره فوق، بقيت انا يعني بدعم علمهم. اعتقد وارن اللي قال عن حضرتك ان انت وصفت له القمر اكتر ما لما راح هناك قال ان انا شفت الكلام ده قبل كده. صح. يعني صح. يعني حضرتك عمرك ما طلعت القمر لكن وصفت له من صح. هنا صح وصفت له من هنا وانا رحت المكان ده قبل كده. وكله بالاجتهاد والعمل اكتر من اي واحد تاني. المهم علاقه الارض ايه بالفضاء دلوقتي؟ ومهمة جدا ان احنا بنستخدم الفضاء دلوقتي في البحث العلمي للارض عشان نفهمها اكتر. هل في possibility او احتمالية العيش خارج كوكب الارض؟ صح جدا، في احتمالات كتيرة جدا في الكون احنا ما نعرفش لسه حتى هنوصل لهم ازاي. الاماكن اللي هي في الكون لسه احنا في العلم الفلك ما زلنا نحبو. هل في مخاطر كبيره للسبيس شيبس او المراكب الفضائيه اللي بتخرج؟ هل بيبقى في نوع من في نسبه كبيره انها ما ترجعش تاني، ولا في نوع من التحكم دلوقتي ان انتوا بايدكم وبالتكنولوجيا وبالعلم وبالبحث عارفين بتحسبوا كل حاجه بالظبط وعارفين امتى تطلع وامتى ترجع؟ كل حاجه بتتعمل محسوبه كويس خالص، لكن الاحتمالات ان هو تحصل حاجه غير محسوبه ما وارده في كل وقت. هل في قصة
فكاهية نقدر نعرفها حصلت في الفضاء مع أحد الرواد وشاركها مع حضرتك. ما عندناش فكاهة، احنا بنشتغل بجد، شغل ما فيش هزار، كله شغل، ما فيش شغل كويس على طول. رأيت دكتور فاروق الباز، انا سعيد جدا بلقائك وشرف لي ان انا اعمل معك الانترفيو ديت. ودايما عالم مصري الجميل وعالم الامريكي المصري اللي دايما بيرفع اسم مصر في الخارج، وتحيا مصر. شكرا. مرسي. جوه منك حلم ممكن يبقى مش باين قوي، وانت تايه بين حاجات وعايشها بدماغ فهلاوي، عايش بتلعن في الظروف مع ناس هدفها تكون كده، ناس قصده تبقى موقفاك مش عايزه تبقى فيهم قوي. شوف واقرا في كتاب التاريخ، عمرك ما كنت فيهم غبي، ده انت اللي علمت البشر. شوف عاش في أرضك كم نبي، في ناس بتكره لو تفكر، نفسهم فكرك يوقف، عقدة خواجة بيخلقوها وبيبهروك بالأجنبي. الحكاية مش بلون وشكل وهدوم، الحكاية إنك قوي رغم الهموم، طلع البطل اللي جواك، يلا قوم، انت تقدر تظبط الأحوال بالظبط. هنشيل بلدنا على كتفنا، مش هنسيبها ومش هنضيعها، ومش هنخلي حد يقدر يضيعها. من نكتة بنقابل ظروف، من غيرها كنا هنتعسر، وطيبة فينا مقصلة وعدت لا يمكن تتكسر، بيحاولوا دايما يقتلوا الحاجة اللي كم سنة من الاحتلال، وانت اللي طبعك انتصر، بيفرقونا في الظروف والناس بقت متعودة، نستني دايما بطل يجي يغير كل ده. طب ليه ما تبقاش البطل وانت اللي نتسند عليك، ما تقولش السنة